صاحب، انا ممكن اسالك سؤال نفسي اساله لك بقالي فتره طويله، هو انتوا ليه كلام خالد الغندور بيتعبكم قوي كده؟ ما احنا كنا بنسمع كلام عادل بكاع وابراهيم المنيسي من زمان، وكنا بنسكت وكنا بنقول عادي يا جماعه سيبهم يتكلموا. هو ليه كلام خالد الغندور بيتحشر في زواركم واحنا عارفين اساسا ان خالد الغندور بيهبد علشان خاطر رد مرتضى منصور؟ يا اسطى خالد الغندور ومرتضى دول انا حافظهم من فتره طويله، انا زملكاوي قديم يا اسطى، وانت لسه جديد معانا في الكار في القناه والنادي والكلام ده، انت لسه مركز معاهم دلوقتي وبتركز في تفاصيل كلامهم. انا عارفهم من زمان لما كانوا بيتخانقوا مع بعض يشوفوا البعض وبعد كده يروحوا يتصالحوا مع بعض، وبعد كده مرتضى بقى اعظم رئيس في النادي. يا اسطى انت ما تعرفش حاجه عن النادي، فبلاش تتكلم على ان احنا كلنا شبه بعض وان احنا مرتضى وخالد غندور بيمثلونا، لان دول اساسا واقعين من اعلى الافه، واحنا بنتمنى من ربنا ان ربنا ينجدنا من الناس اللي ماسكه النادي. بص يا صاحبي، انا معاك انك ممكن تزعل، بس بصراحه ربنا هو ده الموجود وهو ده الماتيريال المتاح حاليا. يعني احنا دلوقتي في كورونا وكل سنه وانت طيب بقى واعياد والكلام ده، ومفيش اي حاجه في الكوره نتكلم فيها غير يا دوبك الدوري الالماني، واحنا ثلاث ارباع الناس اللي بتشجع النادي عندنا على اليوتيوب ملهاش خلق تتكلم في الدوري الالماني، وممكن لسه تقعد تعمل رياكت على الفيديو بتاع خالد غندور اللي هو ممكن تلاقي دقيقتين ثلاثه تقعد تحشي بيه حاجه نص ساعه. يا اسطى عندنا كوادر السوشيال ميديا بتاعتنا بعافيه شويه، بس المشكله يا اسطى ان هم بيعرفوا من هنا توكل الكتف. يعني هم مثلا عارفين ان ثلاث ارباعكم بتكرهوا خالد غندور وبتكرهوا مرتضى منصور، بس ما ينفعش يقولوا كده قدام الناس، لازم يثبتوا للناس ان خالد غندور ومرتضى بيأثروا في ارائكم. امال هم هيبيعوا الفيديو ازاي للناس اللي هتقعد تتفرج عليه، او هيبيعوا الحلقه الحشو دي للناس اللي بتقعد تتفرج على قناه النادي عليها؟ هم عارفين ان الثلاث ارباع الكلام اللي هم بيقولوه بلح، زيهم زي خالد غندور كده ما بيفتي عندكم في القناه. هي قناه الانديه اصلا من ساعه ما خرجت ما بتقدمش اي حاجه، وكلها عباره عن برامج شو فاشله وما فيهاش اعلانات، والدنيا بالنسبه لها ضايعه خالص. يمكن القناه بتاعتكم كان فيها اعلانات شويه، انما القناه بتاعتنا من يوم ما اتفتحت لحد دلوقتي ما فيهاش اي حاجه غير برنامج ملك وكتابه هو الحاجه الوحيده اللي ظاهره، وشويه ماتشات المجلس اللي فات. بصوا المجلس اللي قبل اللي فات اللي كان بيذاعها، انما دلوقتي هم مخليني القناه ليه؟ احنا بنجمل يا اسطى صوره رئيس النادي وصوره اي حد معدي من جنب القناه، وبنجمل صوره النادي بتاع. بص احنا قاعدين بنطبل للنادي وخلاص. اكتر حاجه بتضحكني بقى الايام دي بصراحه صاحبي هي الفكره بتاعت ان هم ناويين يرفعوا قضيه عشان يشوفوا موضوع نادي الكرم، اللي هم كانوا بيقولوا لنا الشهر اللي فات ما تخافوش كهربا عمره ما هيلعب في الاهلي، وكمان ما تخافوش حمدي النجاز ده احنا هنخليه يتعوض، وفي الاخر احنا اللي لبسنا غرامه. يا اسطى الناس دي عماله تكذب علينا بقالهم كتير قوي، وفي الاخر احنا اللي بنلبس، بيروحوا يدافعوا علينا واحنا بنخسر القواضي، وفي الاخر يقول لك انا بس في قضيه نادي الكرم. هم يا اسطى كل ما بيتزنقوا يقولوا انا اتكلم في نادي الكرم، انا بقول لك انا زملكاوي من زمان وعارفه، انت تعرفهم قد ايه؟ فخلاص بقى يا اسطى مش مستاهل نقعد نتخانق مع بعض على السوشيال ميديا، ومفيش دوريات شغاله وكورونا والدنيا بالنسبه لنا ضايعه، فمش نقعد نتخانق بقى على كلام شويه ناس احنا عارفين ان هم بيضحكوا علينا بقى، نلمها بقى يا صاحبي ونسيب خالد الغندور، او بس اتكلم في خالد الغندور زي ما انت عايز، بس بلاش تتكلموا على ان ثلاث ارباعنا كده وان اللعيبه بتاعتنا بتفوت واللعيبه بتاعتنا متعوده ان هي تفوت للنادي. يا اسطى خلي عندك دم، يعني مفيش حد كان بيكسبنا وعقدنا اكتر من طارق يحيى اللي انت كنت قاعدين تقول عليه بيفوت ماتشات ده. يا صاحبي انت لعبت كوره، والمفترض ان انتوا تكونوا فاهمين حاجه قبل ما تتكلموا فيها، ان مفيش حد بينزل الملعب بيكون عايز يخسر. سيبك من الكلام اللي هم بيطلعوا يتكلموه في الاعلام ده علشان خاطر بيبقوا عايزين يسخنوا الحلقه ويوصلوا للترند والكلام ده، مفيش حد بينزل الملعب بيبقى عايز يخسر. يا صاحبي يا صاحبي خليك عاقل كده، انت لو نزلت تاجيره مع جماعه اصحابك وحد بس قال لك هتدفع التاجيره لو خسرت، هتسيب التاجيره عشان خاطر اخوك الصغير بيلعب في الفرقه اللي قصادك، ولا انت هتقول له يلا استشيل وانت اللي واخد المصروف من امك؟ بص انت عندك حق في الحته اللي انت بتتكلم فيها، ان هم اساسا لما بيروحوا يدافعوا على اي قضيه باسم نادي الزمالك بيخسروها، وفي الاخر بيقول لك ما تخافش هعوضك بنادي الكرم. انا معاك في الحوار ده يا اسطى، وربنا يشيل عنك الغمه اللي انت لبستها، والراجل اللي لما بيكون عنده مشاكل مع اي حد بيحط اسم النادي بتاعكم فيه، وهو اي حد عنده مشكله معاه يقول لك ده بيكره النادي وعنده مشكله مع نادي الزمالك، ونفس الناس برضو بتحاول ان هي تطبله باي طريقه. مش عارف يا اسطى اللي هو احنا مدير الكوره بتاعنا ظهر مع رامز، لا يبقى احنا مدير الكوره بتاعنا يظهر مع رامز، هو ما رضيش يظهر مع رامز، الراجل ما بيحبش يظهر مع حد ويقلل من نفسه علشان خاطر الفلوس. انا عارف والله يا اسطى ان هم معقدين نفسيا، وان هم بيحاولوا يبيعوا لنا الهوا في ازايز، بس احنا مع الاسف الشديد بنشتري احيانا بمزاجنا. بس هي المشكله يا صديقي ان احنا بنتفرج على دوري ميت ودوري من غير جمهور، وانا وانت قاعدين نتخانق مع بعض على السوشيال ميديا والكلام ده، ولما بنقعد نتفرج على ماتش القمه ما بيننا بيلعبونا في استاد مليان ميه ونحس ان احنا قاعدين نلعب في غيط، والموضوع مش مستاهل يا عم الحاج. وحتى لما بنلعب انا وانت ماتش سوبر في النهائي بنلاقي ان احنا الاثنين فرصنا على المرمى صفر وبنلعب ضربات جزاء، يعني فين الكلام اللي احنا كنا قاعدين نتكلمه ككوره بقى؟ لا ما احنا دلوقتي ككوره لسه الموضوع ضارب شويه. فانا معاك ان هم الناس دي من ضمن العوامل المؤثره في الدوري بتاعنا، هو الدوري كان ميت شويه الناس دي جت موتته، بس بصراحه يا اسطى الحاجه الوحيده اللي انا مش فاهمها بالنسبه لكم ان انتوا لحد دلوقتي ازاي ما تجمعتوش على رمز تقفوا وراه في انتخابات الزمالك اللي جايه، ولا هتقبلوا في يوم من الايام انكم تلاقوا امير مرتضى هو رئيس النادي الجديد، ولا هتعملوا ايه بالظبط؟
انا معاك يا اسطى ان مفيش حد بينزل الملعب علشان خاطر يخسر، ومعاك ان مفيش حد بيفوت، بس انتوا برضو مع الاسف الشديد نفس الناس اللي كانت بتتكلم على التفويت عندنا هي برضو بتسمع كلام خالد الغندور ان في ناس مدربين بيفوتوا للاهلي، وان في ناس بتحب انها تخسر قدام الاهلي، ونفس الكلام الجاهل ده مع الاسف الشديد في ناس منكم بتصدقوا، بس هو ده اللي موجود عندنا في مصر. كل حاجه بتحصل بيقول لك تفويت، الاهلي يكسب فرقه يقول لك المدرب اهلاوي وفي جون اهلاوي مش عارف المساك اهلاوي، الزمالك يكسب فرقه يقول لك اصل مش عارف مين زملكاوي ومش عارف مين كان بيلعب في النادي. والمشكله بقى صاحبي في الناس اللي بتصدق، يعني دي الناس اللي انا عندي معاهم مشكله، اللي هم بيصدقوا ان فعلا في حد ممكن يخسر علشان خاطر النادي ده. انا كنت بلعب فيه في يوم من الايام، ما اعرفش ان اهم حاجه بالنسبه للاعب الكوره ان انا اكسب النادي اللي كنت بلعبه باي طريقه، مش هيعرف يكسبني، لازم اقدمهم على الساعه اللي مشوني فيها. اخر حاجه يا اسطى نفسي اقولها لك كده، يعني نفسي في يوم من الايام ان انتوا تتجمعوا ورا اسم قوي يقف ضد مرتضى منصور واولاده وحزبته في الانتخابات، علشان نشوف الزمالك فيه اسم اداريا قوي بيحكمه. وعلشان خاطر يا اسطى نفسي ان انا ارجع انا وانت كده نتخانق في الملعب على مين فرقتنا اللي ضيعت كور اكتر، ومين الفرقه اللي كانت قويه اكتر جوه الملعب، ونسيبنا بقى من الحوار ان احنا قاعدين احنا الاثنين نشطب في بعض علشان خاطر القناه بتاعتنا بتقول كذا والاعلام بتاعكم بيقول كذا والزملكاوي بيرد على كذا والاهلاوي بيرد على كذا، تعبنا يا اسطى من كذا وكذا وقاعدين نتكلم بره بس ما بنتكلمش جوه الملعب. لا صاحبي فعلا هو سرطان، وفعلا هو راجل عرف يسيطر على مقاليد الحكم بتاع الزمالك، وعرف كمان يحط الخليفه بالنسبه له وخلاص يا اسطى. يعني انا كزملكاوي فقدت الامل، وقفنا ورا احمد سليمان وكنا بنقول الراجل ده هيكسب مرتضى منصور، لان الراجل خسر من مرتضى منصور، وكمان دلوقتي مرتضى بيجهز لنا امير واحمد، يعني خيارنا الراجل هنختار ما بين امير ولا احمد ولا الدنيا تبقى بالنسبه لنا عامله ازاي. امير هو امير يا اسطى اللي خلى غندور نفسه كان بيشتكي من ان الراجل ده مدير كره سيء، وان الراجل ده مدير كره عنده مشاكل، والرضا عبد العال برده كان بيشتكي منه، بس اول ما مرتضى بيكرشم لهم بيبقى امير احسن مدير كره في العالم. امير يا اسطى اللي كان فرقتنا كلها اي خناقه بتحصل اي لعيب بيتخانق مع صاحبه واي حاجه بتحصل الاعلام كله يبقى عارفها، وفي الاخر مرتضى يطلع لك امير مسيطر على الفرقه. مرتضى يا اسطى وامير اللي طلعوا اول ما مشوا بروس انا عرفت ان الموضوع خلاص كان خلصانه، ولما راح جابوا لي خالد جلال وقالوا لي خالد جلال يكمل الموسم عشان خاطر لما ناخد الدوري ما نديش المكافاه لبروس، انا عرفت ان هي ما فيهاش دوري ولا فيها مكافئات ولا فيها حاجه خالص. انا اصلا انا تعبت والله نفسيا من اللي هم عمالين يعملوه في النادي بقالهم 10 سنين وبقالهم 15 سنه كمان عمالين يودونا في طريق مظلم، كل سنه بنغير لعيبه، كل سنه بنغير 3 4 5 6 7 مدربين علشان خاطر الباشا، كل ما الفرقه ما بتخسر او بتتعادل بيحط ايده على الفرقه ولا قال لا انا هلعب باثنين فراوده، لا انا مش عارف العب بايه، وكل المدربين عندنا في النادي بيجي ياخدوا بالجزمه مرتضى والسوق بعد الماتش بيخسروا او بيتعادلوا وبيمشوا بمزاجه، وفي الاخر بلاقي الناس طالعه تقول لا 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 اصل مرتضى ما بيتدخلش في الفرقه. مرتضى ليه ما بيتدخلش في الفرقه يا اسطى؟ يا اسطى في فتره من الفترات بس المرسي كان عنده مشكله مع امير مرتضى، ما تعرفش ايه التفاصيل بتاعتها، بس كانت تفاصيل غريبه شويه بره عالم كره القدم خالص. فامير مرتضى كان حاطط في دماغه ان هو يمشي باسم مرسي من الفرقه، وفعلا باسم مرسي مشي من الفرقه. بس الفرقه عندنا فيها حوارات كتير قوي بتحصل في اوضه اللبس، وعندنا امير بيحط ايده فعلا جوه الفرقه مين يلعب ومين يمشي، ونفس الكلام اللي قاله محمد ابراهيم ده انا زملكاوي بسملك عليه بالعشره يا اسطى ان الكلام ده بيحصل عندنا في الفرقه، واحنا عارفين كمان ان في استغفر الله العظيم عمارات بتتاخد كده من العقود بتاع اللعيبه دي، والكلام اللي كريم حسن شحاته كان بيقوله برده يا اسطى، بس دلوقتي هم كلهم اتصالحوا مع مرتضى فمرتضى بقى حبيبهم، فالكلام اللي كانوا بيقولوه على مرتضى واولاده دلوقتي بقى لا مرتضى ده سيدي الناس واحسن رئيس نادي في العالم. يا اسطى هم خلاص جننوني، يعني هم خلاص سابوا لي دماغي دي فيها كره كفر عماله تروح، مرتضى حلو مرتضى وحش، مرتضى بياخد عمولات مرتضى ما بياخدش، مرتضى الاسد مرتضى الدرع، هم جننوني اساسا يا اسطى. فانت مستني مني ان انا اروح اقف ولا رمز يقف قدام مرتضى منصور في الانتخابات؟ ما انا رحت يا اسطى اتحيلت على حازم امام وقلت له تعالى يا عم حازم نوقفك كده وظبطك قدام مرتضى في الانتخابات. حازم امام قال لك لا، ابويا قال لي ما ترشحش في الانتخابات، اللي هو ما كنت مترشح عادي يابا، لا انا مش ترشح ضد مرتضى. بص هو مرتضى منصور ده ابتلاء ربنا ابتلاني بيه، فانا مش عارف اتعامل معاه، عارف ان انا اقول له هو درع وسائف بالنسبه لي، ولا عارف اقول ان هو رئيس نادي كارثي عشان الراجل بيجيب لنا لعيبه كل سنه زي ما بنعوز، بنعوز جناح بيجيب لنا اربعه، بنعوز مساك بيجيب لنا خمسه، انا مش عارف اصلا اتعامل معاه ولا انتوا هتعرفوا تتعاملوا معاه. احنا خلاص يا استلنا الله، وسيبك بقى من اي حاجه هم بيصدروها لنا، لان في حاجه معروفه دلوقتي اسمها فرق تسود، وهم طول ما احنا الاثنين قاعدين نتخانق مع بعض على اي حاجه عبيطه، وطول ما احنا الاثنين مش متقبلين فكره ان احنا الاثنين مختلفين، وان انا اهلاوي وان انت زملكاوي، وان انا من حقي اقول ان انا وجهه نظري دي ان الزمالك بطل القرن، ومن حقي ان تقول ان الاهلي نادي القرن، ومن حقنا احنا الاثنين ان احنا نكتشف حاجه مهمه، النادي القرن ده اساسا لقب يعني تكريمي اللي هو الانديه في اوروبا كانت بتحط تصنيف شهري كل شهر، فقال لك لا احنا محتاجين نعمل لقب بنادي القرن عشان خاطر نخلص بقى من الحوار بتاع مين احسن نادي الشهر ده والكلام ده. وانا اصلا مش عايز اقول لك حاجه كده تزعلك مني، بس مع الاسف الشديد الموضوع طلع مش بالارقام، لان اخر حاجه الاتحاد الاوروبي مطلعها لترتيب الانديه حاطط اليوفنتوس رقم 5 وحاطط ميلان رقم 7، مع ان يا اسطى فرق البطولات ما بينهم كبير قوي.
خلاص الموضوع فعلا مش القاب، وانا عارف ان هو مش القاب، وثلاث ارباعنا عارف انه مش القاب، ثلاث ارباعنا انتوا كنتوا مقتنعين ان الزملكاويه من اكتر ناس في مصر اللي بتفهم كوره، ثلاث ارباعنا الاول من مرتضى ما طلع بقى كلنا بهايم، اللي هو انتوا حكمتوا علينا ازاي من كلنا ورا مرتضى دي، اللي هو ما تحكموش علينا يا جماعه، احنا ومرتضى مختلفين تماما، احنا الاثنين شمال ويمين، واحنا الاثنين عمرنا ما هنتجمع الا ورا النادي بتاعنا اللي احنا بنحبه. انا عارف ان احنا طولنا على بعض يا اسطى، بس كفايه والله، ولا اي حاجه تتغير. احنا خالد غندور هيطلع يتكلم عليكم، هتطلعوا تردوا عليه، هتطلعوا تشتموا فيه، هتجيبوا سيرتنا احنا بقى، احنا زي ما قلنا ما بنفهمش، احنا اللي بنصدق مرتضى، احنا اللي بنسمع مرتضى. خلاص بقى انا زهقت والله من كتر التصنيف بتاعنا بيتصنف على خالد غندور شويه ومرتضى منصور شويه، انا تعبت والله صح.